كل عميل ينزل يعني ينزل يشتري او حاجه يقول لك الحاجه مثلا ب 150 ب 250 ب 300 350، يقول لك اصل التجار بنغلي. لا احنا ما بنغليش حاجه، الشغل كله يبقى موجود عند المستورد، التاجر الكبير يبقى موجود عنده، والدولار اترفع يرفع الشغل عندنا زياده، فده غصب عننا ان الدولار بيترفع. طب ليه؟ لما الدولار اترفع حاجه اساسيه لازم ترفع، عشان السلعه كلها ايه؟ بقت غاليه، في الاكل وفي الشرب في المواصلات في الطرق العامه، فكل حاجه غلت، تحتها الكارت المرور في اي حاجه، فعامه هي غلت. فعندك ممكن تشتري مثلا قميص ب 150 بقى ب 300، تشتري بنطلون 150 بقى ب 250، فالحاجه عامه كلها غلت. في البيع والشراء في النجف العميل بيخش مسافه ما بيسمع السعر بيمشي، فهو مش عارف ليه الحاجه غلت. في ناس بتسمع الاوراق مثلا الدولار اترفع يقول لك احنا رفعنا السعر، لا هو الدولار اترفع عامه فلازم الحاجه تغلى غصب عنك مش برضاك، ان هي حاجه اساسيه، هي اللي مشغله البلد، هي اللي ماشيه بيها، هي حاجه اقتصاديه. موضوع ناحيه الصرافات هي كانت شغاله السوق سوداء الصرافه، فهي اللي علت موضوع الدولار اترفع من ناحيه ايه؟ هو مثلا كان ب 9 بقى ب 11، يقول لك لا بكره هيبقى ب 13، الناس اللي بتنطق كده بتخليه ب 13، لكن هو في مثلا معروف في البنك ب 9.5 ب 8 على حسب، انت فاهم؟ فالفكره كلها ان مش موضوع تاجر بس، موضوع مثلا الناس ما بقتش عندها مثلا رحمه وعندها قدره اللي هي تستحمل البلد، بقى الناس لو فضلت تستحمل كذلك الامر لفتره طويله فالبلد هتستقر، لكن الموضوع اللي احنا بنقول هتغلى، فكذلك الامر الحاجه بتغلى غصب عننا. بالنسبه للاسعار، الاسعار ارتفعت اضعاف، وكل واحد حتى لو البضاعة عنده يعني لسه ما استوردتش من بره بيغليها. يعني نروح لأي مستورد بيغلي البضاعة، يقول لك سعر الدور، يعني ايه البضاعة مثلا جايبها بسعر الدور القديم بيديها لك على سعر الدور الجديد، وهنا الزبون طبعا بيجي يقعد يفاصل معاك. احنا ما بين الاثنين، ما بين المستورد وبين الزبون، فطبعا حركة البيع عالية جدا. متوسط الأسعار ايه النهارده؟ بالنسبة لإيه؟ كل حاجة وليها سعر. لا في مصري وفي مستورد، في نجف مذهب، وفي يعني انا ما عنديش اللي هو المصري، انا عندي كله مستورد، وفي حاجات مصري، في حاجات مصر. بس انت قصدك على الكريستال او الذهبي؟ انا ده كله مودرن، انا شغال في المودرن مش شغال في الكلاسيك. اثر في الشغل كله طبعا. ازاي بقى؟ الدولار رفع بدل لنا الشغل عندنا، يعني الحته مثلا كنا بنجيبها مثلا ب 200 جنيه بقت ب 250، يعني في الشغل زاد كتير قوي، واللي بيزيد 50 واللي بيزيد 300، مش كله. الاسعار ايه الفتره الحاليه؟ يعني دلوقتي كل حاجه لها سعرها، يعني مثلا النجف زي كده دي كنا بنبيع ب 800 جنيه دلوقتي ب 1300 جنيه. طيب ايه تاني؟ المعلقات زادت 50 وزادت 80 وزادت 100، مش عارفين نبيع الشغل. حركه البيع والشراء عامله ايه؟ يعني مريحه خالص، يعني يوم السبت والحد دوت، يوم السبت والجمعه ده ممكن نبيع فيه قليل قوي، يعني لو بعنا مثلا الجمعه ممكن يعوض 3 ايام في الاسبوع 4 ايام. هو عموما يعني ايه كل البلد يعني او الدنيا كلها عموما يعني ايه مش مهنه النجف بس، يعني معروف اقتصاديا وعالميا ان الدنيا كلها اتاثرت بسبب الغلاء اللي موجود في الدنيا يعني. ف يعني ايه بالنسبه للزبون ما بقاش يقبل على النجف زي الاول عشان خاطر يعني ايه الغلاء اللي بقى في الاسعار وكده. اثر جامد، البضاعه كلها غليت والسعر كله رفع والاستيراد قل، فرقت زي ما انت شايف اهو، الجو واقف والدنيا واقفه. ارتفعت الاسعار بنسبه قد ايه تقريبا؟ بنسبه 100%.